اقترب الموعد وكل شيء جاهز، والمدربون تحدثوا ولمحوا لحجم المواجهة والسيناريوهات الممكنة فيها. البداية بالبرتغالي خوسيه غوميز مدرب الزمالك الذي افتتح كلامه بعبارة نحن أكبر من بركان، ما أطلق العنان للتشويق قبل الميدان. The game is open, everything can happen. احنا بين الشوطين والماتش مفتوح، كل حاجة بتحصل. We know that as a club Zamalek is bigger than Berkan. واحنا عارفين ان احنا كنادي اكبر من نهضة بركان. And all our fans are expecting a fantastic game and that we turn the result and could get in the final. وجمهورنا مستنيين رائعة ان احنا نقدر ان شاء الله نحول النتيجة لصالحنا. الرد من التونسي معين الشعباني ربان بركان لم يتأخر، بل كان في نفس المكان مؤكدا أن الأمور ستحسم في الميدان، ومشيرا إلى أن الدوري المصري تتصدره حاليا أندية قد تعتبر أصغر تاريخيا من الزمالك حسب سياق الكلام. شوف، معناها احنا ديما ماذا بينا نجنبوا التصريحات هذه، وبالعكس في تربيتنا واخلاقنا ومعاملاتنا، حتى كي نتكلموا مع اللاعبين نتاعنا، حتى كي تحس انه انت اقوى من الفريق الثاني، بالعكس لازم تحترم الفريق وتحترم مكونات الفريق. وبالنسبه لنا نادي الزمالك نادي كبير وعنده قاعده جماهيريه كبيره، وفي السنين الاخرى نعتبر كان نادي كبير، الالقاب هي اللي تتكلم عليه، وعنده لاعبين ممتازين بصراحه. الحقيقة يمكن نستغرب شوية من التصريح، لأنه مثلا نشوفه صاحب المركز الأول في الدوري المصري بيراميدز، ومن أحسن الفرق اللي تلعب في الكونفدرالية فيوتشر، ما عندهمش قاعدة جماهيرية كبيرة وحديثي العهد، معناها فهمت. ولذلك ممكن لازم نحترم شوية المنافس ونعطي قيمة للمنافس. قبل صافرة البداية صراع انطلق من هنا من قاعة ندوات التابعة للملعب القاهرة الدولي، وكل مدرب دفع عن فريقه وحظوظه لنيل هذا اللقب، فمن يا ترى قادر على حسم اللقب وإسعاد جماهيره وتزيين خزينته بكأس الكونفدرالية؟ منصف عدي، عبد الصمد المنتصر، لميديان تي في، ملعب القاهرة الدولي.